شو يعني رقابة على أداء النواب؟ ومين لازم يراقب؟ وليش لازم يراقب؟ الرقابة المجتمعية تعني مراقبة أداء أعضاء البرلمان على المستوى المحلي وتقييمه. بنسعى من خلال عملية الرقابة لزيادة التواصل بين البرلمانيين وقواعدهم الانتخابية. احنا بالأردن عندنا مشكلة بعدم وجود ثقة ما بين القواعد الانتخابية ومجلس النواب بشكل عام. خلال انبنت هاي عدم الثقة بسنوات طويلة، الموضوع كان تراكم. من هون اجت فكرة المشروع بانه احنا لازم نزيد مساهمة المجتمعات المحلية بصناعة القرار المحلي وإعادة الثقة بمجلس النواب كجهة تشريعية، وأيضا هذا الشغل يكون عن طريق يعني شغل مؤسسي عن طريق مؤسسات مجتمع مدني. ممكن هذا العمل يؤدي إلى إصلاح سياسي على المدى البعيد. تحالف مشاركة هو التحالف المجتمعي للرقابة البرلمانية، مكون من 34 مؤسسة مجتمع مدني بيغطوا 24 دائرة انتخابية على مستوى المملكة. كل دائرة انتخابية فيها مؤسسة واحدة على الأقل. اشتركوا معنا بهذا المشروع لحتى نحقق الهدف العام من المشروع. كان لابد من انه المشروع ينقسم لقسمين، الجزء المعرفي اللي هو بنينا فيه قدرات هاي المؤسسات، والجانب العمل. في الجانب المعرفي تم اعطاء مجموعه من التدريبات لهاي المؤسسات، كان عباره عن تدريب لمؤسسات المجتمع المدني، تدريب مالي واداري لاداره المنح، كان في تدريب عن الرقابه المتقدمه على الأداء البرلماني المستوى المحلي، وأيضاً المراقبة القائمة على النوع الاجتماعي. أيضاً كان في تدريب متخصص فيما يخص موضوع كيف نعمل مبادرات مجتمعية وكسب تأييد لحتى نشتغل بهاي المبادرات. اليوم بتحالف مشاركة اكتسبنا كثير خبرات. أول شغلة التشبيك مع مؤسسات مجتمع مدني في كل محافظات الأردن. الشغلة الثانية والمهمة بناء قدرات المؤسسة المالية. اليوم صار في عندنا نظام مالي، صار في عندنا وثائق مالية، صار في عندنا رقابة وشفافية في الأمور المالية أكثر من زمان. في مربع جدا مهم من تطوير الخبرة وبناء الخبرة في موضوع السياسات المالية والسياسات الإدارية، غير عن جلساتنا بالتحالف وين وصلنا، كيف نقدم تقاريرنا. كل مؤسسة شاركت معنا في هذا المشروع كانت مستفيدة نوعا ما في جانب ما كان عندها وتمكنت أنها ترجع تغطي. بالنسبة على صعيد الإداري لمركز آراء بلا حدود، استفدنا كثير من خبرات تحالف مشاركة الإدارية وكيف أنه ندير المشروع وكيف نخطط للجلسات القادمة أو المراحل القادمة للمشروع. من ناحية الإدارة المالية صار عندنا نظام مالي واضح وسياسات مالية واضحة، صرنا نتبعها مش بس في مشروع مشاركة، لا صرنا نتبعها في المشاريع الثانية اللي بنطبقها في مركز آراء بلا حدود. المكون الثاني من هذا المشروع هو مكون المنح الفرعية. بهذا المكون كان مطلوب من المؤسسات الشريكة بهذا التحالف القيام بمجموعة من الأنشطة على مستوى المحافظات والدوائر الانتخابية. أولاً كان مطلوب من كل شريك يعمل جلسة تاون هول ميتينج، جلسات حوارية ما بين النواب والقواعد الانتخابية، جلسة عامة وجلسة خاصة بالمرأة والشباب. أيضاً كان مطلوب من كل شريك على مستوى الدائرة الانتخابية يقدم تقرير عن أداء النائب من منظور محلي. تم إصدار تقرير على المجلس 18 دور الرابعة، وتم إصدار تقرير على المجلس 19 الدورة الغير العادية الأولى. النشاط الثالث اللي كان مطلوب من مؤسسات المجتمع المدني يقوموا فيه أو تحالف مشاركة على مستوى الدوائر الانتخابية والمحافظات هو أطلقنا 15 حملة كسب تأييد، 13 منها على مستوى المحافظات وثلاث حملات على المستوى الوطني. أيضاً كان مطلوب من كل مؤسسة مجتمع مدني تشارك بإطلاق التقرير الخاص بمراقبة أداء النواب من منظور النوع الاجتماعي على المستوى المحلي. التحدي اللي احنا شفناه يمكن واجهنا فيه صعوبة اللي هو جائحة كورونا، فكرة كيف احنا ممكن اليوم نعمل لقاءات وكيف فكرة انه نلتقي بقواعد شعبية ومن نشطاء في المجتمع المدني ومن شباب، ولكن بفضل الله تعالى يعني تعدينا هاي النقطة بعقد عدة لقاءات بناء على الالتزام بأوامر قانون الدفاع. الأثر اللي تركته الحملة والدعم لنحن نشارك طبعا أثر كتير كبير، لأنه نحن بالأصل كنا نطوق لمثل هيك مشروع أنه نقدر نتمكن من أن نشوف ونطلع ونقيم المراكز الاقتراع اللي هم 23 مركز.
طبعا في هذه الانتخابات السابقة كان هناك في تعاون وثيق مع جمعية أنا إنسان والتي تطرح شعار من حقي أن أشارك. كان الموضوع هو موضوع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات، وبالتالي هذا حقهم الأساسي. الهيئة تنبهت منذ فترة لهذا الموضوع لأن أعدادهم كبير وهذا حقهم الإنساني، وبالتالي قامت الهيئة بتعاون مع الجمعية بتأهيل 23 مركز اقتراع وفرز ب 23 دائرة انتخابية. قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، سواء هذه التوصيات لمؤسسات التعليم العالي أو توصيات لمجلس النواب حتى يتبناها وحتى يتمكن من إيجاد حلول لهذا الأمر. توصيات حقيقة كانت بتشخص الواقع العام اللي بيعاني منه التعليم، وتحديدا الدخول إلى مفهوم التعليم المدمج اللي حتى يصبح هذا موضوع التعليم عن بعد هو أساسي في عملية التعليمية وليس خيار الضرورة. سنتبنى هذه التوصيات في مجلس النواب، سنقوم بإيصالها إلى المعنيين في صناع القرار في قطاع التعليم العالي والتعليم بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. تم اليوم الحمد لله توقيع اتفاقية ما بين بلدية مادبة وبين جمعية نحن نشارك لتعزيز قدرات المجتمع المحلي ورفع كفاءات المرأة في التمكين السياسي والاجتماعي. بدور طبعا بلدية مادبة يوجد فيها وحدة لتمكين المرأة، تم التنسيق بين الجمعية نحن نشارك البلدية لتعزيز قدرات المرأة وتمكينهم اقتصاديا وسياسيا داخل محافظة مادبة. تم تشكيل لجنة من 10 سيدات لهذه الغاية، وإن شاء الله راح يكون في لهم دور كبير في نشر إنجازات بلدية مادبة للمجتمع المحلي، وأيضا نشر الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي لدى المرأة وتعزيز قدراتها وتمكينها برلمانيا وسياسيا واجتماعيا. بخلال السنتين الشغل بهذا مشروع تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني لتحسين الأداء البرلماني، بنقدر نقول اليوم إنه إحنا كثير أشركنا قواعد انتخابية بصناعة القرار المحلي بإشراكهم بالعديد من المبادرات المجتمعية اللي بتعزز مشاركتهم بأكثر من محافظة. أيضا استطعنا من خلال إصدار التقارير على المستوى المحلي، وهي كانت لأول مرة بتصير بالأردن أنه في تقارير محلية من مؤسسة مجتمع مدني محلية بتصدر تقرير عن أداء النائب على المستوى المحلي، وهي التقارير اللي جانا عليها توصيات كثير إيجابية وبناءة، وممكن بقادم الأيام يتطور هذا التقرير بأنه يشمل جميع الأشخاص المنتخبين مش فقط النواب. أيضا استطعنا من خلال هذا المشروع بأنه اشترك معنا أكثر من 100 صانع قرار بكل أنشطة المشاريع، إن كانوا نواب، أعضاء لا مركزية، أعضاء بلديات، أو حتى موظفين في الجهاز التنفيذي للحكومة في المحافظات. منفكر بقادم الأيام إنه نبني على الشغل اللي صار خلال السنتين الماضيات. عندنا تحالف من 34 مؤسسة مجتمع مدني قادر على إنه يدير مشاريع محلية فيما يخص مراقبة الأداء النيابي. مفكرين نكمل عليه إن شاء الله بقادم الأيام. رح نشتغل على موضوع أنه نعمل أكثر جلسات تاون هول ميتنج، مفكرين نعمل لجان مجتمعية على مستوى الدوائر الانتخابية مع النواب، مفكرين نصدر تقرير مع الملاحظات اللي وردت بالتقرير الأول والثاني، ونطور على التقرير رح نصدره إن شاء الله على الدورة الثانية لمجلس النواب 19.